يلا جهزوا عشان افطركم بره هتفطرنا فين يا بابا؟ في افخم مطعم فيك يا مصر. يلا اجهزوا. هتودينا فين يا بابا؟ في مكان عمركم ما رحتوه. صبر، هدلعكم هدلعكم. ايه رايكم في المكان والاكل؟ حلو يا بابا. وانت يا مالك ايه رايك؟ حلو. وانت يا ايه؟ حلو. تحبوا تفطروا فين بكره؟ شارع المعز. لا مفيش مائده رحمن هناك. ايه مائده رحمن دي؟ المهم انبسطتوا؟ اه انبسطنا. حلو، بس ده المطلوب. ايه رايك؟ بعيد بقى على الهزار، دي جمعيه خيريه اسمها الغفور الرحيم، وبتعمل حاجات كتير قوي هتشوفوها دلوقتي. عاملين حاجات كتير حلوه. اولا ده مطبخ الخير، بيطبخوا فيه يوميا ويوزعوا على الناس، وكل فتره بيعملوا حفله زي كده ويعملوها في الشارع، وده مكان تاني بيخزنوا فيه الاكل اللي الناس بتتبرع بيه. الحاجات دي كلها تبرعات صح؟ اه كله. انا خير كله اللي كان النهارده ده كان عمول مدبوح. الموضوع بقى في ان هو يبقى يومي. لا يومي عندنا الموضوع ده يبقى يومي. لسه انت موجود كل يوم يوميه، كل بس يوم مش رمضان، بس مش رمضان، كل يوم مسؤوليتهم. وده المقر، وشامل حاجات كتير قوي هنشوفها دلوقتي. اول حاجه تحت جامع، تاني حاجه دور في اكاديميه لتحفيظ القران، وده جزء لتعليم الخياطه للمطلقات مجانا. لو ماشي بيبقى كبير مش سامح. بيخيطوه يفصلوه ويطلع زي كده، ويعملوه بناطيل يطلع كده، وهدومه يتوزعوه يطلع زي كده. يعني دول الناس اللي انتوا بتعلموهم تحت. أيوة. هم اللي عاملين الكلام ده. ايوه هم اللي عاملين الكلام ده. بناخد بقى الحاجات دي، وده فلتر ميه مركزي للناس تملى منه ميه، وده معمل تحاليل طبيه باسعار مخفضه، وده بقى الحاج فتحي صاحب المكان الله يبارك له، وده ابنه سعيد اللي دعاني للمكان. بجد انبسطت معاكم. في نقطه بس صغيره، انتوا ما ينفعش تصوروا الحاجات اللي انتوا بتعملوها، انتوا بتتفشخروا، الحاجات دي لله المفروض ما تظهرش. انا مش عايز افتي في الموضوع ده، بس هقول لكم على حاجه صغيره. في حد على السوشيال ميديا اسمه ابو فيلا عمل حمله خيريه قبل كده، انا ما كنتش اعرفه، واللي شجعني اتبرع اني شفت ناس اعرفها في السوشيال ميديا اتبرعت وعلنوا عن ده، فشجعوني وانا هعمل كده عشان اشجع غيري. قولوا رايكم في التعليقات في النقطه دي. احلى مسا عليكم. ما تنسوش رابط الصفحه والجروب بتاعهم هسيبه في التعليقات تحت.